وهؤلاء المسلمين أو هؤلاء المسلمون كما تعلمون كلكم الذين ليل نهار يدعون غير الله ويذبحون وفي أموالهم نذور كثيرة للصالحين ربما ما تطمئن نفوس بعضهم إن لم يكن في ماله نذر لشيخ ولرجل صالح ليحفظ ماله ويطوفون ويفعلون ويفعلون. لكن مع ذلك لو درست أحوالهم وجدت أن لديهم شبه كثيرة. من ذلك جاء طالب الريف ليدرس في الأزهر فقال للشيخ ذهب طالب الريف إلى قبر الحسين فرأى الناس يطوفون ويصرخون ويدعون الحسين يا الحسين يا الحسين يا الحسين. فجاء الطالب إلى الشيخ فقال يا مولانا ما هذا الذي نراه؟ هل الإسلام ينكر هذا؟ قال له اسمع يا ابني هل تحب جبتي هذه؟ قال نعم. قال لماذا؟ مش علشاني أنا؟ قال نعم علشانك أنت. ولما كان قماشا معلقا في الدكان كنت تحبه؟ قال لا. مش حببت الجبة علشاني أنا؟ قال نعم علشانك أنت. قال هؤلاء يحبون الحسين علشان الله، ما دام يحبونه لله وعلشان الله ليس هذا بشرك، هذه من محبة الصالحين. وفضيلة الشيخ لم يفرق بين الحب في الله والحب مع الله. محبة الحسين في الله عمل صالح نادر، محبة الحسين ومحبة جميع الصالحين في الله ولأجل الله عمل صالح يتقرب به العبد إلى الله، هذا ما جهله الشيخ. ولكن محبة الحسين مع الله شرك أكبر، هذا ما وقع فيه الناس ولم يستطيع الشيخ أن يفرق بين المحبتين. محبة الصالحين في الله لكونهم صالحين، لكونهم من عباد الله، لكونهم يحبون الله ويعظمون شريعة الله. إذا أحببت صالحا لذلك هذا عمل صالح من أعمالك من أعظم الأعمال الصالحات، لك أن تتوسل إلى الله بمحبة الصالحين بهذا المعنى. أما إذا أحببت صالحا مع الله جعلته شريكا لله في المحبة بالتعظيم والخضوع له والطواف بقبره بعد موته والذبح له والنذر له، إذا فعلت ذلك جعلته شريكا لله أحببته مع الله